السلام عليكم خوتي، معكم سيبيا. سمحوا لي على صوتي، يعني مريض شويه. ديروا لي جنب شي نبره، وهذه هي انجوي ذا كورس سكرين شوت. وي نحتاجك تبعثي لي في سي سي بي ولا دي تاما، قولي 500,000 برك ربي نوب موك خوتي. هذا اسمه تيبانا، بالي ايفون 11. كي ندخل البوبجي نلعب 5 دقائق يتفا وحده، كي سقسيتو قال لي لعب 4 دقائق وبلوكاني. خاوتنا تيبانا هاوليك وانتد لي يشوفوكم على بالكم. عشاق المنتخب الجزائري، هل ستعاد مباراة الجزائر والكاميرون ام محمد تتعاود في NBC3؟ NBC3 هذا خاوتي اكبر سكرين ملعون في التاريخ. الحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وديدين تان نادي الفيصلي الأردني، رسميا ريال مدريد يكسر رقم النادي الفيصلي في عدد بطولات الدوري. يا للأسف. البنات امتى الكونكورديا الجاريات؟ ملعب أحمد آهيجو بايناوي التي تدرس الكاف إمكانية تغيير مباراة الجزائر ضد ساحل العاج إليه بدلا من ملعب جابوما ميرافيتو. وش من ساحل العاج يا أخي، احنا نلعبوا مع الكوت ديفوار. لاعب كويتي ينسحب من طاولة القمار بأحد الكازينوهات بعد اكتشافه أن اللاعب الذي بجانبه لاعب إسرائيلي. الله على أخلاقك عباس، نعرف أخوك مات قبل ساعتين، الله يرحمه وكلنا ندعي له، بس لازم تهجم بالحرب. عادل شاكال لايف بعد قليل لتوضيح خبر وفاتي. شروط بوتين لوقف الحرب: الاعتراف بالقيرم كأرض روسية، إعلان حياة كييف، نزع سلاح الدولة الأوكرانية، تخلي الحكومة الأوكرانية عن ناظيتها. ايه وين يبانوا هاد الشروط مع شروط منحة البطالة في الجزائر؟ ايه والله انا عندو الحق. ايه ما قلتي ليش انت من وين؟ قس اوه الله يبارك. رسميا نهاية كأس العالم 2022 بقطر، الجزائر ايطاليا بإذن الله. دير كابتير، علاش تدي روحك للتهلكة؟ علاش أمام الجزائر ستسقط أنت وتاريخك إذا قبل الطعن. السلام عليكم، أنا جزائري عندي ماستر 2 في تخصص لكم طالبينه. وعليكم السلام أخي، مرحبا بك. حبيت نعرف وش هما الوثائق المطلوبة. سي في. لا بأس الحمد لله، وانت تشري ولا لا؟ لا 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 كلبة يا والرجلات، لقاها غير عند الماسون والباقي قاع 106، من رئيس الجمهورية لآخر زبال في البلدية. رمزي زنقة كريزي، في الروتور نديرو لهم زليك زلاك اوبتيك لوب زليك زلاك. اياه طراب كينغ في باب الحارة خوتي، هذه حقيقة ما كاش بزاف لي يعرفوها. مي طراب كينغ كان يمثل في باب الحارة قبل ما يدخل العالم الراب، ولست بساحر ولا دجال بصحة اني لقيته هاوليك. وراه تراب كينغ هاوليك هاوليك هاوليك. هاوليك شو الحكاية جناب الضابط؟ شو بدكم من الباب العجال؟ مظبوط هاي يا تراب كينغ. سلام، حابة نطلع لإسبانيا، عندي زوج بنات صغار، وش رايكم نديهم ولا نخليهم؟ وش رايكم انتم اخوتي؟ انا تبان لي تخليهم وش دير بيهم. شاهد تصريح مارادونا رحمه الله حول فضيحة مباراة الجزائر والكاميرون. هذا لازم نشوفه. اظن ان المنتخب الجزائري تعرض لبعض الظلم من قسامة. نعم نعم، وأن الحكم يبدو أنه تلقى رشوة في فرنسا. الله يرحمه. كان الفيديو مضبب محمد العربي زيطوط من كثرة السينيال. راكيتان إيموجي وقلب. هكذا سيصبح وادي الحراش بعد 3 سنوات. نشر في 10 أبريل 2012. الله يبارك، مساحة خضراء، مسابح وفضاءات رياضية. سيف الدين إسلام، مجنون والله هذا البليلي، طيارة. عبد القادر، صلي على نبيك يا هيشة. سيف الدين إسلام،
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعليه أفضل الصلاة والتسليم. سيف الدين الهيشة تاع أختك. ما هو الدارك ويب؟ وهل يبيعوا فيه بيسي بورتابل ولا لا؟ لا يبيعوا فيه مول بيسي بورتابل. وزارة الدفاع إلقاء القبض على الإرهابي عبقاوي عبدي المدعو عبدي ولد بركة ببرج باجي مختار. اليوم الطابلة فارغة غير الخير إن شاء الله. بوت مازال ما لوتاج. من الجزائر بالتوفيق للرجاء ممثل العرب. أنا رجاوي ونقول لك سير بابا بو انت وعروبتك وتشجيعك. تراب كينغ أوفيسيال خوتي دعوا لي نجيب بيام. 1 2 3 4 5 6 ميكا أوريو. ميرسي برو. This is fine. أحمد الشقيري أنا لست قدوة، أنا قدوة للشباب. إنسان رخيص أنت والله، ما فيك ريحة الرجلة، حسب روحك حتنجح كي ظل تسرق في الناس. راي 100,000 ما تموتش، كي جات في 100,000 شكر ربك. كيفاش 100,000؟ بعث لك 15 أورو. 15 أورو تساوي 100,000، وتزيد تقولي فيها عادي تسمى تقولي سرقتك وحمد ربي هكا نبلوكيك. قلت لك أحمد ربي سرقتك في 15 أورو وماشي 5 ملايين. الله على أخلاقك. بسمة أمل الله يكثر من امتالك. زكي الجزائري بسمة أمل ربي يحفظك أختي وربي يخليك لينا، بصح باغي نقرب المسافة شوية بيناتنا ونوليو أصدقاء في الخاص وانتي حرة. A few moments later. أنا المخمور بحبك أين وعائي وقنينتي وشرابي، سأكون في حالة سكر لأنسى عذابي، فإن الخمر داء وأنت دوائي حين أكون. يا خلاصي. خلية الإعلام والاتصال بمديرية الصحة والسكان لولاية أم البواقي. اليوم العالمي للسكري. حياتي سكر من غير سكر. وزارة الدفاع اليمنية عاجل، اليمن تدعو رعاياها للبقاء في أوكرانيا، قدها حرب هنا ولا هناك. سلمى أنا مربية قط نذير قورورو، تحبي القطوطة البيوضة ولا صفورة؟ خاطرش عندي زوج. سلمى أي حاجة تقول مياو نحبها. نذير قورورو مياو. الشراقة الجزائر للبيع مازال فيه 7 أمنيات. 100,000 مليحة. لا تقل أنا فاشل لكل فاشل. صوت شباب في ترتيل القرآن خير من كيغني. نونو كيغني خير. الله يحفظك لا طاقت نجي نديها مع 9. ايه ان شاء الله. I love you so much. Me too. لا لا خويا هذه الجملة اللي تكتبها في لاطاقت. كلمة عميقة غير في الجزائر عندهم يقولوا ديب. ما كانش كلاب قد خوالي. يا اخي اسم يا خوي يهجم الحرب تنتهي. معليش والله الوالد توفى وحالتي حالة. كويت كود has been kicked from the clan. صح رمضانك ممكن حركة اكسبلور. اذا جاع الانسان يأكل واذا عطش يشرب ولكن ان ذاق صدره ماذا يفعل؟ الماتش يتعاود نطالب الفاف بإعادة المباراة. سلام الاخت نسقسيك وي انتي مصطيف ولا لا؟ لا مصطيف وي. ارتاقي سلام. انا ديرني معك كريستيان. الذهاب والإياب الكاميرون 0 الجزائر 1 الجزائر 3 الكاميرون 1 تأهل إلى كأس العالم الجزائر 1 اليابان 0 الجزائر 2 كولومبيا 1 الجزائر 2 إسبانيا 2 الدورة 16 الجزائر 2 البرتغال 1 الدور 8 الجزائر 1 إنجلترا 1 تأهل ركلات الترجيح 4-3 دور نصف النهائي الجزائر 2 فرنسا 1 النهائي الجزائر 1 البرازيل 1 فوز بركلات الترجيح 4-5 إن شاء الله يا رب العالمين. آيفون إكس 256 جيجا طاح طفى نبيع برك. سيمبل ويمبل طاح طفى. وكالة الأنباء الجزائرية المغرب يرسل سمك السردين عبر المتوسط للتجسس على الجزائر، وأكد خبراؤنا أنه معدل جينيا وذو أعين عبارة عن كاميرات مراقبة ذكية من صنع الكيان الصهيوني.
يا المروك وين لحقوا بالتطور؟ بصح خوتي نحن ثان ماشي سهلين. علامة الساعة بانت، الجزائر تربي بيض الجراد لخلق المجاعة بالمغرب، فمن سينتصر يا ترى؟ عاجل ورسمي، ألف مبروك للمنتخب الوطني الجزائري. رسميا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يقرر إعادة مباراة الخضر ضد الكاميرون بعد العودة للفيديو والتشاور مع المختصين. شكرا على الخبر حراير المسيلة للبيع وشراء الخردة المستعمل والجديد. زوجتي في ذمة الله. بي سي، مرحبا. شمن بروسيسور؟ ما فيش. هل كاين شي بي سي ما فيش بروسيسور صاحبي؟ ايه هذا ما فيش. الجلفة الان، كونفدرالية لجان احياء وعقال ولاية الجلفة تدعو روسيا واوكرانيا الى التعقل وضبط النفس. عاجل، اوكرانيا تعلن مقتل 40 عسكريا وعشرة المدنيين جراء الهجوم الروسي. كيف؟ وش اللي كيف؟ انت حساب اخباري مو تسأل المتابعين. الجلفة، وللولايات والسلطات الرسمية يقومون بتكريم المقبولين في منحة البطالة. نايس خوتي. يا ابوني في انستغرام وتهلاو في بعضكم ودعوا لي البراء. Thank you very much. السلام عليكم ليكيت، شرا راكم ملاح؟ بون جديد ديالي تصيبو في لاكا لاشان اوفيسيال ديالي هاي ليك، و مدى بيكم لي زابوني ابوني و مالغريتو جانيتو تهلاو بزاف في راحكم. السلام عليكم. فساخ شبريتك ولاك ابو بزوله. قالوا سنقا راديو دي كانون الاغي.